بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء ثاني ثانوي العلمي، اليوم رح ناخذ آخر درس في الفصل الأول، وراثة الصفات المندلية أو الوراثة المندلية، اللي هو درس خريطة الجينات. تمام، يعني وفي عنا درس أثر العوامل أو أثر البيئة في ترجمة الطرز الجينية إلى طرز شكلية، هذا الدرس محذوف. تمام، وكل الأسئلة اللي في أسئلة الفصل تتعلق فيه مش مطالبين فيها. طيب نرجع للخريطة الجينية. تعريف الخريطة الجينية، شو هي الخريطة الجينية؟ هي عبارة عن رسم تخطيطي يوضح ويحدد أو يحدد يوضح ويحدد من خلاله مواقع الجينات وترتيبها على الكروموسومات. إذا أنا من خلال الخريطة الجينية بوضح أو بحدد مواقع الجينات وترتيبها على الكروموسومات والمسافات بينها. يعني من خلال ممكن يعطيني سؤال يحكي لي أولا وضح ترتيب الجينات على الكروموسوم، بدي أكون عارفة كيف أوضح ترتيب الجينات على الكروموسوم، أو يسألني ما المسافة بين الجين مثلا A والجين C، الجين B، الجين T، بدي أعرف أو أوضح المسافات بين هاي الجينات. طبعا كيف عرفنا المسافات بين الجينات؟ من خلال ظاهرة ارتباط الجينات وعملية العبور الجيني. إذا عملية العبور الجيني هي اللي دلت مورغان من توظيفها في تحديد مواقع أو ترتيب مواقع الجينات على الكروموسوم. ليه؟ لأنه أصلا العبور الجيني أو المسافة بين الكروموسوم الجينات، المسافة بين الجينات ثابتة لأنه موقع الجينات على الكروموسوم ثابت. فوبالتالي إحنا بما أنه موقع الجينات على الكروموسوم ثابت والمسافة بين الجينات ثابتة، إحنا بنقدر معناته نعمل نرسم خريطة جينية، يعني رسم تخطيطي بنوضح من خلاله وين مواقع الجينات وترتيبها وشو المسافات بين هاي الجينات. إذا فيما وظفت نتائج ظاهرة ارتباط الجينات والعبور الجيني، وظفت في عمل خرائط تحدد مواقع الجينات وترتيبها على الكروموسوم. تمام، إذا تظهر الخريطة الجينية مواقع الجينات وترتيبها على الكروموسوم. خلينا نشوف كيف بتيجي الأسئلة على هذا الدرس. طبعا ضروري هاي الأسئلة كلها تنتبهوا لها الموجود معكم في الملخص، لأنه كلها أسئلة مأخوذة من أسئلة سنوات سابقة وزارية. تمام، خلينا نشوف أول إشي المثال اللي بالكتاب. في عنا مثال بالكتاب محلول، بتطلعوا عليه حالكم، راح نحل هذا السؤال صفحة 29. إذا علمت أن نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة ناتجة من العبور الجيني. تراكيب جينية جديدة يعني أفراد نتجوا من العبور الجيني. تمام، بين الجينات المرتبطة. إذا أنا عندي الجينات المرتبطة A و D، نسبة العبور بينهم تمام 4%، وإحنا حكينا كل 1% عبور بيعني لي واحد وحدة خريطة جينية على خريطة الجينات. تمام، ومعناته بين ال A و D المسافة 4 وحدات خريطة جينية. خلينا نحط المسافات على جنب. بين ال A و D المسافة 4 وحدات خريطة جينية، تماما زي ما حكينا انه كل 1% بتعني لي واحد وحدة خريطة جينية. بين سي ودي او بين دي وسي المسافة 2 العبور 2%، يعني المسافة 2. بين دي وبي العبور 1%، يعني المسافة 1 وحدة خريطة جينية. وان نسبة ارتباط الجينات كالآتي، بين A وC الارتباط 98%، معناته العبور راح تكون 2%، صح ولا لا؟ لأنه 100 ناقص الارتباط أو نسبة العبور تساوي 100 ناقص الارتباط. أنا عندي 98، 100 ناقص 98 بيطلع عندي الارتباط العبور 2%. تمام؟ 2%. هلأ معناته المسافة بين C و A تساوي 2 وحدة خريطة جينية. إذن C و A 2 وحدة خريطة جينية. هلأ بين A و B، بين A و B نسبة الارتباط كانت 95%، معناته نسبة العبور 5%، زي ما تعلمنا كمان مرة نسبة العبور تساوي 100 ناقص الارتباط. ها 100 ناقص 95% بطلع عندي
نسبة العبور 5%، إذن المسافة راح تكون 5. إذن المسافة بين A و B تساوي 5 وحدة خريطة جينية. لاحظ معطيني بالسؤال نسب العبور بين جينات مختلفة، من نسب العبور أنا طلعت المسافات، هلأ معطيني نسب ارتباط كمان بين بين جينات مختلفة، من نسب الارتباط عرفت نسبة العبور، وبعدين عرفت من نسبة العبور المسافات. بدي أشوف شو المطلوب. المطلوب الأول ما ترتيب الجينات على الكروموسوم، إذ بدي أرتب الجينات على الكروموسوم يعني بدي أحدد موقع كل جين بالنسبة للتاني، تمام؟ وكم يبعد الجين سي عن بي؟ إذا ما بقدر أعرف كم يبعد الجين سي عن بي إلا إذا رتبت الجينات على الكروموسوم. أحيانا بالوزارة شو بقول لك؟ بجيب السؤال وهذا السؤال ما بجيبه، بعطيك هدول المعطيات وبحكي لك كم يبعد مثلا الجين بي عن سي، ولا يمكن أعرف الجين بي قديش بيبعد عن سي إلا إذا رتبت الجينات على الكروموسوم عشان أعرف المسافات بينهم. إذا بناخذ المعطيات اللي عنا، أنا عندي هاي المسافات بين الجينات، باخذ أطول مسافة، أطول مسافة يا توجيهي ما بين الجينين بي و A، بكتب هاي عندي هاي A وهاي بي، وبصير أكتب بي و A نفس الإشي، تمام؟ هلأ بين A و B المسافة 5، يعني كل هاي 5، 5 وحدات خريطة جينية، تمام؟ هاي أطول مسافة أخذناها بشطب عليها. هلأ المسافة اللي بعديها اللي هي تيجي 4، تمام؟ هلأ بين D و A المسافة 4، إذا هاي عندي A، A و D المسافة بينهم 4، إذا دي بتيجي هون، تمام؟ هي المسافة بين A و D 4 وحدات خريطة جينية. خلصت هاي. هلأ بعد الأربعة بيجي عندي 2، بين C و D 2 وبين A و C 2. هلأ تمام، إذا بتيجي عندي D C جاية هون، ها بالنص بين A و C، هاي 2، هاي 2، وبين دي وسي 2 برضو هاي المسافة 2، تمام؟ هاي خلصت 2. هلأ ضل عندي آخر واحدة بين بي ودي المسافة 1، وأنا بعرف إنه كل المسافة هاي 5 راح منهم 4، بضل عندي بين دي وبي 1 وحدة خريطة جينية. أنا رتبت الجينات بالطريقة هاي، باجي بجاوب في الوزارة بقول له ترتيب الجينات على الكروموسوم لو تركتهم هيك صح، ولو كتبتهم هيك صح، هيهم بس بشرط أبين المسافات، يعني تكون مبينة معاي المسافات، يعني مش أكتب له مثلا ها A C D B، هذا الحكي كان زمان. هلأ هون بده الترتيب، بدي افتراضيا أو أنا يعني تقريبا أحط له إنه مثلا بين الـ A تمام والسي والدي كانت عندي المسافة هون 4، وتقريبا هون المسافة بي انه كانت المسافة 1، ها تيجي معاي هيك 2 و2 4 و1 5، وهاي المسافة اللي هي اطول مسافة. هاي ترتيب الجينات على الكروموسوم. طيب السؤال الثاني، كم يبعد الجين سي عن الجين بي؟ سي عن بي، هاي انا عندي هاي سي وهاي بي، قديش المسافة بينهم؟ من سي لدي 2 ومن دي لبي 1، إذا المسافة راح تكون 3. إذا بنحكي الثانية، الجواب الثاني، يبعد الجين سي عن الجين بي 3 وحدات أو 3 وحدة خريطة جينية، تمام؟ تمام. ممكن يسألني غير ما ترتيب الجينات على الكروموسوم، ولا يسألني كم يبعد الجين سي عن بي، ممكن يسألني ما أكبر نسبة ارتباط، أو إيش الجينين اللي بينهم أكبر نسبة ارتباط. أكبر نسبة ارتباط يعني أقل عبور، أكبر ارتباط بين الجينين دي وبي. أو ممكن يسألني ما أكبر نسبة انفصال، أكبر نسبة انفصال يعني أكبر عبور اللي هي بين الـ A والـ B. إذا دائما لازم نعرف إنه أكبر ارتباط أقل مسافة، أقل ارتباط أطول مسافة، أكبر عبور أطول مسافة، أقل عبور اللي هي
أقل مسافة، أقل مسافة يعني أكبر ارتباط، لاحظ أكبر ارتباط بين دي وبي، وأقل العبور أو أقل نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة أو أقل انفصال بين دي وبي. كل الحكي اللي أنا حكيته هي موجود عندكم محلول عليه أمثلة في الملخص اللي أنا معطيكم إياه. هلأ هذا السؤال بتحلوه، وهون في سؤال أسئلة اللي موجودة هون عندكم واجب بتحلوها، مش محلول بتحلوها، تبعتوا لي الإجابة وأي استفسار تبعتوا لي إياه على الخاص. في عندي مثلا هون سؤال: تأمل الخريطة الجينية أدناه ثم أجب على الأسئلة التي تليها. معطيني خريطة جينية مرسومة جاهزة وحاطط لي ترتيب الجينات على الكروموسوم والمسافات أو نسب العبور بينهم، نسب العبور. هلأ شو سألني؟ ما نسبة الارتباط بين الجينين A، بين الجينين A والجين D، بين A ودي قديش نسبة الارتباط؟ هاي A وهي D. هلأ نسبة الارتباط اللي هي 100 ناقص العبور، قديش العبور عندي؟ 7 و4 11 و5 16. إذا 100 ناقص 16 كم تطلع الإجابة؟ 84%، 84% نسبة الارتباط بين الجينين A و D. تمام، كم يبعد الجين A عن الجين E؟ A و E قديش المسافة؟ كم يبعد؟ كم يبعد يعني كم المسافة، مش كالارتباط، بده المسافة. 4 و7 11 و5 16 و6 22، بقول 22 وحدة خريطة، وحدة خريطة جينية. واللي بكتب 22% غلط، لأنه 22% عبارة عن نسبة عبور وليست مسافة. أي الجينين يكون بينهما أقل نسبة ارتباط؟ أقل نسبة ارتباط يعني أطول مسافة، اللي هم الـ A والـ E، أطول مسافة بين الـ A والـ E، أقل نسبة ارتباط. هلأ زي ما حكيت مع أنا، ملاحظة عندك أقل نسبة ارتباط هي أكثر عبور، وأكبر نسبة ارتباط هي أقل عبور. هذا السؤال واجب بتحلوه وبتبعتوا لي الإجابة على الخاص. ممكن يجبن كان، ممكن يجبننا كمان أسئلة بنمط آخر، يعني حط لي المسافة بين الجينات على شكل جدول، زي هذا السؤال. هذا سؤال وزاري، نص السؤال يمثل الجدول المجاور المسافات. لاحظ معطيني المسافات بين 4 جينات على كروموسوم بوحدة الخريطة الجينية في كائن حي والمطلوب. يعني أنا عندي هاي الجينات الأربعة دي وسي وبي وآ، أو A B C D، هدول الأربع جينات حاطط لي المسافات بينهم في جدول. المسافة بين دي ودي ما في مسافة أكيد. هلأ بين سي ودي 5، بين بي ودي المسافة 2، بين A ودي المسافة 4. هلأ بين سي ودي 5، لاحظ هون بين دي وسي 5، وهون بين دي وسي 5. ليه؟ لأنه المسافات بين الجينات على الكروموسوم ثابتة ونسب العبور ثابتة، عشان هيك احنا استغلينا نسب العبور في رسم خريطة الجينات. كمان مرة بذكر، تمام؟ هلأ بين سي وسي ما في مسافة أكيد، بين دي وبين بي وسي 7، وبين A وسي 1، بين دي وبي 2، بين سي وبي 7، بين بي وبي ما في مسافة، بين A وبي المسافة كانت 6 وحدات خريطة جينية، وبين A ودي 4، وبين C وA 1، وبين B وA 6، وبين A وA ما فيش مسافة. شوفوا شو مطلوب منا. المطلوب الأول ما نسبة العبور بين الجينين D وB، نسبة العبور بين الجينين D وB. أنا معطيني هذا الجدول هو عبارة عن مسافات بوحدة الخريطة الجينية، أنا بدي نسبة العبور. هلأ بين D وB نسبة المسافة كانت 2 وحدة خريطة جينية، معناته العبور 2%، لأنه بنعرف إحنا كل 1% عبور نعبر عنه بوحدة خريطة جينية. هاي أولا. هلأ ما نسبة الارتباط بين الجينين C و A؟ نسبة الارتباط اللي هي 100 ناقص، أو نسبة العبور 100 ناقص الارتباط، بروح على C و A. هلأ C و A هاي مسافة، المسافة 1 وحدة خريطة جينية، يعني العبور 1%. هذا الحكي بيعني لأنه نسبة الارتباط 99%، لأنه نسبة العبور تساوي 100 ناقص الارتباط، وأنا عندي نسبة العبور 1%، ومية ناقص 1 تساوي 99%، اللي هي نسبة الارتباط. تمام؟ هلأ أرسم خريطة جينية، المطلوب الثالث تبين مواقع الجينات الأربعة على طول الكروموسوم زي ما رسمنا قبل شوي. بأخذ أطول مسافة. هلأ أطول مسافة
بين الجين سي وبي اللي هي السبعة، بين السي والبي سبعة، هون سي وبي سبعة، تمام؟ بحط عندي هاي أطول مسافة بين السي والبي، هاي المسافة مقدارها سبعة. خلصنا أطول مسافة. هلأ بعد السبعة في عندي الستة بين الأ والبي، بين الأ والبي ستة، المسافة هاي كلها سبعة، معناته الأ رح تكون تقريبا هون، هاي الأ، إذا بين الأ والبي المسافة سبعة. قديش ضل بين السي والأ؟ آسفة، ستة، بين الأ والبي ستة، بضل عندي بين السي والأ واحد لأنه كل المسافة هاي سبعة، راح منهم ستة بين الأ والبي، بضل عندي بين الأ والسي واحد وحدة خريطة جينية. وين الأ والسي؟ هيها، هي هاي راحت، خلصنا منها، تمام؟ هلا نيجي لبعد الستة الخمسة، الخمسة اللي هي المسافة بين السي والدي، بين السي والدي خمسة، من هون لهون واحد، إذا أنا بدي أمشي كمان أربعة، تمام؟ أنا عندي المسافة هاي ستة، راح أمشي لهون تقريبا، هون بدها تكون عندي الخمسة اللي هي بين السي والدي، هون الدي، إذا هاي المسافة بين السي والدي خمسة، واحد زائد أربعة خمسة. هلأ خلصنا الخمسة، هلأ المسافة الثانية بين الأ والدي أربعة، أكيد بين الأ والدي هيها أربعة لأنه أصلا بين الدي والسي خمسة، إذا بين الأ والدي المنطقة هاي رح تكون أربعة، تمام. هلأ بعد الأربعة في عندي اتنين، تمام، بين البي والدي، بين البي والتي والدي اتنين، صح، وهي إذا بدها تكون عندي المسافة بين البي والدي تساوي اتنين، تمام. هلأ هاي من عند السي للدي خمسة ومن الدي للبي اتنين سبعة، يعني كل المسافة راح تكون سبعة. هذا هو ترتيب الجينات. ارسم خريطة جينية تبين مواقع الجينات الأربعة على طول الكروموسوم، مواقع الجينات أو ترتيب الجينات، نفس الكلمة أو نفس المعنى، هدول مواقع الجينات أو ترتيب الجينات نفس الإشي. هاي أنا حددت مواقع الجينات وبقى جاوب له، بعمل له هيك، ها، وبحط المسافات التقريبية، تمام، هاي سي وهاي A وهاي D وهاي B تقريبا. أما إذا كتبتهم في الوزارة هيك AC أو CA D B، يعني حسب اللجان ممكن ما يعتبروها، هم دائما بيعتمدوا انه الطالب فاهم ومحدد المسافات التقريبية ما بين الجينات على طول الكروموسوم. وبهيك يا توجيهي هذا السؤال طبعا واجب، تقريبا نفس النمط، تمام، بس معطيني اياهم على شكل نسب عبور ونسب ارتباط. انا من نسبة العبور بعرف المسافات، انا بهمني المسافات لانه ايش طالب مني؟ المطلوب انه تحديد، ها مش مكتوب عندكم المطلوب، اكتبوا معي المطلوب. اولا حدد ترتيب الجينات، تمام، على الكروموسوم، تمام، وبتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية.